باتمان اللي هيظهر في حلوان. صراحه يعني اول ما شفنا الخبر ده واول ما ابتدينا يعني نشوف بوستات عليه او منشورات عليه على صفحات الفيسبوك، الناس طبعا ابتدت تستغرب هو ايه اللي بيحصل ده، هو مين الناس دي اصلا، هم طلعوا امتى، والموضوع الصراحه ابتدى ازاي. الموضوع ابتدى ان في واحد كتب كده منشور على حسابه وعلى الفيسبوك ان هو باتمان الحقيقي، غالبا يعني كان بيتفرج على افلام اجنبي كتير او افلام مارفل كتير يعني، فدخل بيكتب من باب الهزار، فاصحابه دخلوا وقعدوا برده يتريقوا ويقولوا لا انا باتمان، لحد كده ما واحد خد الموضوع بمحمل الجد واسمه وانا الزهران، وراح كتب ايه يعني، كتب كده يعني بوست غريب جدا، كتب بقول لكم ايه، الموضوع مش هيتحل غير بطريقه واحده، اي حد شايف نفسه باتمان يقابلنا في حلوان يوم 13 اغسطس الساعه 11 بالليل، واللي يفضل عايش يبقى هو باتمان. طبعا الدنيا اتقلبت والدنيا يعني ابتدى في ناس بقى تخش وتتواصل، وناس بقى تخش وتعمل برضو بوستات، وناس تخش وتصور فيديوهات زي اللي انتم شايفينها دلوقتي على الشاشه. ابتدى كمان بعض الممثلين يخشوا في الترند ده، زي بقى محمد هنيدي اللي حط صوره كده وكتب الى حلوان، برضو الفنان سيد رجب كتب ان هو برضو المعلم صار بيقول لكم باتمان حي وصل. فيعني ظاهره غريبه، وصراحة يعني دايما الحاجات اللي زي دي بتنتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا. انت رايك ايه يا سيدي في الموضوع ده؟ هو طبعا احنا في حالة غريبة، فكرة ان احنا نشوف بقى الناس بدأت تشتري لبس باتمان وتلاقي سواء توك توك لابس باتمان، يعني انت بقى لو الصورة دي انتشرت عالمين ان احنا بقى بنصدر فكرة ان باتمان عندنا بيبقى ليه شكل مختلف وشغلانة مختلفة، وبدأ هنا عندنا في مصر يسوق توك توك. خليني اتكلم مع حضراتكم من زاوية ان احنا قلقانين من فكرة هل الموضوع بيوصل لمرحلة الهزار بس، ولا ممكن فعلا الناس دي تتقابل يوم 14 اغسطس وزي او 13 اغسطس علشان يعني يشوفوا مين البقاء للأقوى علشان يكون هو باتمان. هل ممكن فعلا الموضوع الهزار ده يتحول الى جد، وممكن نشوف يعني لا قدر الله بقى خناقه ولا معركه في منطقه حلوان؟ ده اللي احنا الحقيقه قلقانين منه، لان كمان اتعمل ايفنت او دعوه لكل الناس ان هي تحضر، وعدد الاقبال على الدعوه دي على الفيسبوك واصل لفوق ال 40 الف شخص مقبل على المشاركه، فاحنا دي يعني مصدر القلق بالنسبه لنا. يعني خليني بقى اختلف معاك هنا، معلش بقى، يعني فكره اصلا الناس تتكلم بالشكل ده انا شايف ان هي فكره كويسه مش وحشه ساعات، يعني هي لو كانت في اطار سليم وفي اطار الناس بتتكلم يعني ان احنا هنستعرض زي ما انتم شايفين كده على الشاشه، حد بيجرب ان هو يغير في شكل العربيه عشان تبقى شكلها زي بتاعه باتمان، حد يجرب ان هو يعمل حاجه جديده، ممكن نعمل على فكره زي احتفاليه شعبيه لذيذه ونكون فيها بنوري العالم برضو ان احنا موجودين، وبيكون فيها الناس بتشارك بشكل لطيف. لو الموضوع فعلا اتاخد في الاطار ده يبقى احنا كده بصينا نص الكوبايه المليان، ويبقى احنا كده فعلا في اطار سليم. انما لو الموضوع اتاخد في الاطار التاني اللي هو بتاع خناقه والكلام ده كله، لا طبعا دي حاجه غير مقبوله تماما يعني. واحنا نامل ان الموضوع يكون في اطار هزار يعني مش اكتر، نامل ان الموضوع يكون فيه صور جديده بس هتنزل، وان هيبقى فيه زي منافسات مثلا بين الناس وبعضها في مجال زي ده، وده موجود على فكره في بلاد كتير يعني، ويمكن موجود برده في امريكا بشكل كبير جدا، لكن ان احنا نشوف حاجه زي كده عندنا انا خايف يعني، خايف من التجربه ويعني، بس هامل ان الدنيا تكون كويسه.